اهلا بكم من جديد ونحن ننظر للامام. تشكلت الحكومه، اعتقد فاضل فقط المهندس هاني محمود يقسم اليمين الدستوريه غدا كوزير للتنميه الاداريه كما قالت الانباء، لكن كده الحكومه عندنا متكامله. العبء امبارح كان ضيفنا السيد وزير الخارجيه السفير نبيل فهمي، الان ضيفنا السيد الدكتور احمد جلال وزير الماليه، والحقيقه ان عبء اساسي جدا على هذه الحكومه هو المجموعة الاقتصادية. الوضع الاقتصادي واتكلمنا فيه طول الفترة الماضية، طول السنة الماضية، هو وضع قلق. حصل لنا عدد من التراجع في التصنيفات الائتمانية، الاحتياطي مش في وضع آمن. معظم السنة اللي فاتت اعتمدنا على معونات جاية من قطر وبنسب فايدة، وما كانش فيه أي استثمارات تذكر، يعني ما كانش فيه رؤية واضحة للحكومات السابقة. وزير المالية الحقيقة دايما كان ضيفنا كرجل اقتصادي، وكاقتصادي دايما كان يقدم لنا روشتات العلاج وماذا يجب أن يحدث. حيانا كان بيمزج ما بين فكر الاستثماري وفكرة التنمية وكيف نحقق العدالة الاجتماعية، وأن القضية مش فقط معدلات نمو، ولكن كيف تتحول هذه المعدلات من النمو إلى معدلات تنمية حقيقية تؤثر على التعليم وتؤثر على الصحة وتؤثر على الوضع الاجتماعي للمواطن المصري. الآن يجلس دكتور أحمد جلال في موقع المسؤولية، ونشوف كيف سيتغير رجل الاقتصاد من رجل اقتصادي على الشط لبقى دخل البحار العميقة. دكتور جلال أهلا بك. أهلا بك. إيه مشاعرك المختلفة بعد ما كنت يعني أنت رئيس مراكز اقتصادية متعددة، سافرت وعملت بالخارج، وكان دايما لك رؤية مختلفة يعني، لكن الآن انت ايدك في الشغل، تشعر ايه الخلاف في مشاعرك؟ لا، هو الاقتصادي لسه موجود والتفكير التنموي لسه موجود، هو بس طبعا الوقت مش كفايه تقولي لحد ايه اللي مطلوب يتعمل، وانما مضطره انك تفكري في حاجات حلول عمليه لترجمه الافكار العامه الى حاجات ممكن تتعمل. ويمكن تسمحي لي اقول في الاول ان حاجتين. حاجة الأولانية هي إيه طبيعة الحكومة دي؟ بنتصور إن إحنا طبيعتنا إيه؟ والحاجة التانية يمكن الخط العام أو الهدف العام أو الأهداف اللي بنحاول نحققها من ناحية الاقتصادية. وأنا قلت لحضرتك إني مش وزير مالية، إنما أنا بفكر اقتصادي قبل وبعد وزير المالية. من ناحية الحكومة، السيد رئيس الوزراء دكتور حازم بيبلاوي قال إن دي حكومة ليست حكومة تسيير أعمال، وإنما هي حكومة انتقالية. إيه الفرق يا دكتور؟ الفرق كبير قوي. والنهاردة الحقيقة المستشار السيد الرئيس قال إنها حكومة تأسيسية. حاجة جديدة كويس. فأنا بمعنى إيه بتؤسس؟ أولاً أنا متفق تماماً على فكرة إنها مش حكومة تسيير أعمال. حكومة تسيير أعمال ما بتعملش حاجة، يا دوب بتمشي المراكب كده عشان ما يحصلش حاجة تعطل في السك. إنما حكومة انتقالية دي حكومة بتحاول تتخذ ما يجب أن تتخذه من إجراءات خلال الفترة الانتقالية اللي هي موجودة فيها، وبتعد للمرحلة القادمة أيضا للحكومات اللي هتأتي بعدين. التأسيسية هو برضو انتقالية، بس بتشارك في صنع قواعد اللعبة اللي هتساعد على سواء من الناحية السياسية، وده مش الموضوع اللي أنا بركز عليه، إنما من ناحية سياسية فيها هيكتب دستور، هيبقى فيه انتخابات، هيبقى قواعد اللعبة بتصاغ. وفي الجانب الاقتصادي في تصوري احنا برضو محتاجين نفكر، أو على الأقل ده توجه المجموعة الاقتصادية في الحكومة، إن احنا نتخذ ما نحتاج أن نتخذه في الفترة القصيرة، إنما أيضا نقلق على ما سوف يحدث اقتصاديا بعد كده. يعني مش بس اني ادور على وسيله اني اسد بيها العجز النهارده وبعدين وخلاص. لا، انا عايز اقلق ان العجز ده لما تسديه المره دي او تقلليه، مش هتسديه طبعا خلال شهور، انما تقلليه او تحجميه او ما تسمحيش ليه بالتوسع الزايد عن اللزوم، بس في نفس الوقت عايز تدوري على وسائل بحيث انه بعد كده العجز ما يطلعش تاني ويزيد تاني ويبقى مشكله للحكومه القادمه. فدي يعني مهم قوي ان تصورنا احنا طريقه عملنا ايه وبنفكر في ايه. دي كانت النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه انه اعتقد ان في اتفاق بشكل عام
بين المجموعة الاقتصادية في المجلس على انه احنا محتاجين ثلاث حاجات كأهداف نسعى ليها. الحاجة الأولانية هو الانضباط المالي. أنا ممكن أريح الناس ونصرف فلوس كتير وبعدين ربنا يفتح علينا بعد كده مثلا، ده ما يديش الثقة وما يديش الأمان وما يديش القدرة. المستثمر يبقى الآن يعني بحل المشكلة الآن لكن بعدين هعمل إيه؟ فدي الانضباط المالي، دي النقطة الأولانية. يعني اشرح لي يعني إيه معلش الانضباط المالي عشان ممكن بعض الناس اللي بيتفرجوا علينا ما بيبقوش فاهمين. طب ما أقول لك الثلاث حاجات الأول. طب قولهم لي وبعدين. الأول انضباط المالي، الحاجة الثانية هو تنشيط الاقتصاد وبالتالي هي ليست سياسات اقتصادية انكماشية. والحاجة الثالثة هي فكرة العدالة الاجتماعية. والثلاث حاجات دول ثلاث محاور أساسية، وهي الشطارة بقى بصراحة إن احنا نطلع بحزمة من الإجراءات والإصلاحات اللي بتساعد على حل بعض الحاجات في الأجل القصير وتعد في المستقبل للتعامل مع هذه الثلاث حاجات دول. ودي مش هنقول للناس بصراحة التفصيل بتاعها لأن احنا بصراحة عمرنا قصير قوي، يعني عمرنا قصير بمعنى ان احنا لسه كنا في الحكومة يعني يدوب. انا حاسة ليه ان بقالكم كتير بقالنا ثلاث ايام احنا لسه ما وصلناش، يدوب اتعرفنا على الناس في الوزارات يعني، فمحتاجين شوية وقت علشان المجموعة تتناقش ايه دي الرؤية العامة. اعتقد ان عليها اتفاق. طب انا ليه حاسة ان اول نقطتين متعارضتين يعني ما بين الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد كأنهم بيخبطوا في بعض؟ لا مش بالضرورة يعني في وسائل مختلفة. لا ما هو الاقتصاد زي ما انت عارفة انت درس اقتصاد انت عارفة ان الاقتصاد هو تريد اوفس يعني تعملي حاجة على حساب حاجة تانية، وده صحيح. هو المشكلة هي انك تعملي توازن، تعملي إيكوليبريم، توصلي الحل معقول يحقق الثلاث اهداف بشكل معقول. ايضا ازاي ممكن تعملي انضباط مالي مع انضباط مالي اللي انا افهمه يعني على كل حال انضباط المالي هو انه يبقى فيه نوع من ما يبقاش عندك عجز موازنة مبالغ فيه، ما يبقاش عندك عجز ميزان مدفوعات مش قادرة تتعاملي معاه، الاحتياطيات تبقى منخفضة قوي لدرجة ان انت في مرحلة قلقة ان في ضغط على سعر الصرف وان خايفة ان سعر الصرف يا اما في سوق سودة يا اما في لازم تعوميه او تقلليه او تخفضيه. يعني لما ازاي انت تعملي حزمه من الاصلاحات الكليه اللي تساعد على ان يبقى في استقرار على هذا المستوى الكلي ده. انا بسميه انضباط مالي. فدي الجزء الاولاني. تنشيط الاقتصاد هو ان يبقى ما تقلليش الطلب. يعني مثلا مش ده الوقت اللي انت عايزه تفرضي فيه ضرائب مكحفه. ليه؟ لانه هتفرضي ضرائب عاليه هيقل الاستثمار حتى هو قليل من الاول، وبالتالي مش هتنشط الاقتصاد. مش ده الوقت اللي انت عايزه تفرضي ضرائب على المستثمر ولا على الناس كمان. يعني فكره الضرائب هي فكره انكماشيه، مزيد من الضرائب الان مش بالضروره لصالح لصالح تنشيط الاقتصاد. فكره ان انت مثلا ما تقلليش المصروفات بشكل يؤدي ان الطلب يقل وان النشاط الاقتصادي يقل. انت بالعكس انت عايزه تشغلي المصانع اللي قافله، انت عايزه تشجعي المستثمر ان يجي، انت عايزه السياح يجوا، انت عايزه تزودي الصادرات. كل ده زياده في الطلب، كل ده تنشيط للاقتصاد. فادي الحزمتين. جزء منهم طبعا انك محتاجه بعض الاموال من الخارج، يعني مجموعة من السياسات اللي بتتسق مع ان يبقى في اموال من الخارج. شكل الاموال دي هتيجي من فين؟ ازاي؟ تحت انهي شروط؟ ده نعمله بمزاجنا، يعني مش بمزاجنا، نعمله بشروط تتفق مع مصلحتنا على كل حال. طب خليني ابدأ يعني انا هدخل بالتفصيل اكتر. وانا عارفة حضرتك قلت لي قبل ما ندخل هذه الحلقة ان عندكم بعض الخطط لكن بعضها لن تستطيع ان تفصح عنه الان حتى يتم بلورتها بشكل نهائي. لكن خليني ابدأ بما يهم الناس، العلاوة اللي ناس كتيرة شايفة انها متأخرة، وطبعا من في خضم الشائعات اللي احنا بنتكلم عليها، هل اين هي علاوة السنة المالية تم الجديدة؟ اعتماد العلاوة وستصرف. تم اعتماد العلاوة بالفعل ان شاء الله. وهتصرف مع مرتب امتى يا دكتور؟ انا مش متأكد بقى في الشهر ده ولا الشهر اللي جاي، بس هتبقى بأثر رجعي من اول يوليا. والعلاوة نسبتها قد ايه؟ 10%. 10% هي كانت، هل كانت 15 في الموازنة السابقة ولا هي كانت 10% دايما؟
لا الحقيقة مش متأكد. طيب فبنتكلم في 10% العلاوة ستصرف مع يعني مزبوط. تم اعتمادها النهاردة وستصرف مزبوط. طب ده أول خبر مهم بالنسبة للناس. هل هتراجعوا الموازنة؟ يعني دلوقتي حضرتك بتعمل بموازنة مش انت اللي عملتها او مش هذه الحكومة تمام. التي لا اصدرتها ولا ناقشتها ولا اي شيء، هتعملوا ايه بالنسبة للموازنة؟ هو في ما دي هندخل بقى بالتفصيل اللي انا بصراحة عايز ارجئه لمرحلة لاحقة، لانه مش عايزين احنا حكومة مش هنخبي حاجة عن حد، واكتر من كده احنا هنشرك الناس في ما نفكر فيه، هيبقى في مجموعات مختلفة شبابية، مفكرين، اقتصاديين، يعني هنشرك المجتمع المدني، هنشرك الناس في الافكار اللي احنا عايزين نعملها، هنتناقش معاهم، هنعمل مجموعات. لكن لازم هبص على الموازنة، مش هتقدر تشتغل بالموازنة؟ هنبص على لا ما هي ما انا دلوقتي انا مش عايز اقول ان هعيد النظر في الموازنة او مش هعيد النظر في الموازنة، ليه؟ لان خلينا نفكر في الرؤية اللي احنا عايزينها اللي هي الخطوط العامة دي، ونبص على ما هو متاح. الناس لسه ما راحتش المكتب بقالها 3 ايام. انا بامانة شديدة اليومين الاولانيين اللي رحت فيهم كان اهم حاجه حاجتين، الحاجه الاولانيه اني اقابل رؤساء القطاعات والمصالح عشان بس اتعرف عليهم، دي نمره واحد، واسمع بعض افكارهم، دي حاجه ثانيه، واني اتعرف على بعض الملفات، دي حاجه ثالثه، وكان عندنا اجتماع مجلس وزراء. فيعني بصراحه ما كانش فيه اي وقت عشان الواحد يقول هيعمل كذا ومش هيعمل كذا، زائد ان حتى لو الواحد عرف هو هيعمل ايه مش هيعمل ايه، احنا عايزين نشتغل كمجموعه اقتصاديه متناغمة. طيب يعني كيف تنظر للمرحلة السابقة؟ احنا دلوقتي واقفين فين؟ اذا كنا بنتكلم على مكاشفة احنا فين اقتصاديا عشان ننطلق من هذه كويس. النقطة ايه الاخطاء اللي ارتكبت في السابق اللي حضرتك شايفها كرجل اقتصاد وشايف انها يجب اصلاحها؟ ايه الحاجات اللي لازم تتصلح سريعا؟ باختصار شديد لو الواحد بيوصف المرحلة اللي قبل الحكومة مش الحكومة اللي فاتت بالتحديد، يعني قولي قبل يناير 2011 المشكلة في النظام التنمية اللي كان متبع ساعتها هو التركيز على النمو والاستثمار مزبط. ويكاد يكون العدالة الاجتماعية بس ليب سيرفيس، يعني يدوب كده نعمل حاجة كانت على الهامش وكانت كانت شكلية على الهامش. كويس ده كان عيب الجوهري بتاع النظام التنمية إذا صحت أو منظومة التنمية اللي كانت متبعة. مشكلتي توصيفي على الأقل لما كان يحدث أو الرؤية التنموية اللي كانت متبعة لغاية 30 يونيو إنه زي ما يكون التنمية بالمشروعات يعني كان التركيز الشديد على مثلا قناة السويس مشروع قناة السويس أو الفكرة بتاعت إن أنا لو عايز أحقق كل الأغراض، أخلق فرص عمالة، أجيب استثمار، أشغل الناس، كل ده مبني على فكرة المشروعات الكبيرة. أنا أعتقد إن ما كانش في تركيز كافي على السياسات والإصلاح المؤسسي. فهي تنمية بالمشروعات، طبعًا كان في بعض الإصلاحات الاقتصادية وبعض الإصلاحات المؤسسية، لكن بعض الناس كانت تتفق مع هذه الإصلاحات أو لا تتفق، بعض الناس بتعتقد إنها يمكن واخدانا في سكة مش صحيحة، وبعض الناس بتعتقد إنها في سكة صحيحة. إنما التركيز الأساسي هو التفكير بتاع الحكومة كان إنه فكرة المشروعات الكبيرة ده حل لكثير من المشاكل. إحنا بنعتقد إنه الحل أولاً الأهداف الثلاثة أهداف مهمة، الإصلاح السياسات الاقتصادية والإصلاح المؤسسي هم العنصرين الحاكمين، الموارد دي مسألة إضافية. الموارد مسألة إضافية طبعا. يعني أنت شايف إن الإصلاح المؤسسي الأول وبعدين الموارد؟ يمكن احنا في حلقة قبل كده يمكن تفتكري انا قلتلك على كتاب بتاع اخواننا من جامعة هارفارد اللي يقولك Why Nations Fail، لماذا تفشل الدول، وقعدوا يبصوا على كل الاسباب اللي دولة بتنجح بيها ودولة لا تفشل. طلع ان الموارد مثلا ممكن تبقى نقمة، يعني نيجيريا وفنزويلا عندهم بترول للصبح ومع ذلك من الدول التي لم تحقق صح تقدم حقيقي. ليبيا فمش الموارد، وليبيا مثلا فهي الموارد مش الحل. يا ترى ايه طيب الحلول الاخرى؟ يقول لك ان في ناس طبيعتها كده ثقافيا، جماعه بتوع شرق اسيا بيدخروا كتير، ده مش صحيح، لانك في شرق اسيا عندك كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه عندهم كل السمات المشتركه، انما واحده منهم ناجحه واحده في الاخر كده جماعه دول بعد تمحيص لشويه
بدائل مختلفة، ليه الدول بتنجح وليه الدول بتفشل، قالوا إن النظام النظام السياسي، ويا ترى إلى أي حد هذا النظام السياسي إنكلوسيف، يعني بيشمل كل الأطراف ولا لا، كل الناس بتشارك في قواعد للعبة بيقبلها الجميع ولا لا، في القواعد دي عادلة ولا لا، القواعد دي فيها توازن بين السلطات ولا لا، القواعد دي بتضمن الحريات ولا لا. هو ده اللي بيخلي من يحكم مسؤول أمام الشعب. بس حضرتك غير مسؤول عن هذا الجزء. أنا يعني غير مسؤول، لكن أنا بعيش في هذه البلد. أنا شوفي، الاقتصاد ما أقدرش أفكر فيه بمعزل عما يحدث في بلد ما. لو هذه البلد تحدث التقدم اللي تستحقه اللي هي مش عليه، أنا بتصور أن الإصلاح المؤسسي السياسي لا يقل أهمية ويكاد يكون محور التقدم الاقتصادي. في إطار بقى ما هو متاح، الاقتصاديين بيحاولوا يلاقوا إيه اللي ممكن يتعمل في ظل ما هو متاح. إيه اللي ممكن بقى تتعمل في ظل ما هو متاح؟ هنلاقي مجموعة، هنكتب رؤية. أنا هفضل هنتفق عليها، هحاول أخذ أي خبر. طيب هنكتب رؤية، هنحاول نتفق عليها ونقولها للناس ونشارك فيها، نعمل حوارات على الأقل ومع الإعلام أيضا، ونشوف في بعض الأفكار. يعني قولي قولي على بعض الأفكار، على الأقل نقول للناس بعض الأفكار حتى المبدئية اللي أنتوا بتدرسوها. يعني مثلا أحد المحاور وحكاية الأموال من الخارج. خليني أعمل تعليقين على الحكاية دي. واحد منهم الأموال اللي ممكن تيجي مثلا من أصدقائنا في الدول العربية مقابل الأموال اللي ممكن تيجي قرض من مؤسسات دولية زي صندوق النقد الدولي. في الحالتين أنا عندي، أولا بنشكر أصدقائنا في الدول العربية اللي بيساعدونا في الزنق بصراحة، يعني طبعا نشكرهم وشكرا جزيلا. إنما في اعتقادي إن ده بيساعدنا في حل المشكلة الآن، لكن لن يساعدنا في حل المشكلة مع الوقت. يعني لازم يبقى عملية الدفع جاية من الداخل مش بس من الخارج. الآن ده بيساعدنا في وقت زنقة، إنما بعد كده إحنا لازم نتخذ من الإصلاحات الداخلية اللي إحنا بنتفق عليها وبنعتقد إنها لصالح الاقتصاد القومي في كل الأحوال. مش مفروض إن ده هذه الأموال تنيمنا أو تبقى زي المخدر، وإن أبقى سعيد إن أنا حليت مشكلتي دلوقتي وأنسى إن ممكن يبقى عندي مشكلة بعدين، لازم أعمل بعض الإصلاحات. طيب. الآن مش هقول لحضرتك الإصلاحات دلوقتي إيه، هخليها بعدين. طيب. إنما على الأقل مثلا نيجي أنا معلش اسمح لي أقول بالنسبة لصندوق النقد، أنا أعتقد إن مناقشة قرض صندوق النقد في مرحلة سابقة أخذت أكتر من حقها. أكتر من حقها. أيوه. يعني زي ما يكون بقى المشكلة بالنسبة لينا، حل المشكلة الاقتصادية بيتوقف على إني أعمل قرض صندوق النقد ولا لأ. أنا ما بقولش إن قرض صندوق النقد مش بالضرورة إحنا عايزينه، ممكن نبقى عايزينه وممكن نبقى مش عايزينه. إنما الأهم منه إن أنا أعمل الإصلاحات اللي أنا محتاجها في كل الأحوال. طبعًا لما أعمل قرض مع صندوق النقد متفقا مع مجموعة من الإصلاحات اللي أنا حاسس إنها كويسة للاقتصاد anyway، غض النظر عن صندوق النقد، عظيم، أهلا وسهلا. فهو فكرة صندوق النقد لا هي ضرورية ولا هي كافية. لا طب إنما من الأفضل إني أعملها بشروطي. طيب بس لا هي ضرورية ولا هي كافية، كان كلام الاقتصاديين دايما أنها ضرورية لأنها شهادة الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري اللي هتخلي مرتبط بيها 12 ل 15 مليار دولار من أنا مش عايز. أنا عمري ما قلت إن إحنا مش عايزينها. يعني أنا بس أنا عايز أقول إن مش حياة أو موت يعني. يعني مش يعني كروشل، مش حاجة مهم إن إحنا نعملها ومفيد لينا نعملها، ولو عملناها بشروطها هو ده الصح على كل حال. إنما فكرة إن أنا ألخص ما تحتاجه مصر لإني قرض صندوق النادي أو عدم قرض صندوق النادي، أنا أعتقد إن ده اختزال وقد يكون مخل. لأن أنا محتاج إني أفكر أنا محتاج أعمل إيه في الأول. وهو عادة على كل حال لو صندوق النقد شاف إن إحنا عاملين حزمة من الإصلاحات بتحقق هذا الانضباط المالي أو الاستقرار المالي اللي أنا كلمت عليه في الأول، هم هيبقوا سعداء للغاية، أو يعني هيبقوا مش بالضرورة عندهم رشدة جاهزة. يعني هل هذا يعني أن أنتوا لن تتقدموا الآن لصندوق النقد مرة أخرى بفتح المفاوضات في هذه المرحلة؟ مش عايز أقول أن احنا هنعمل أو مش هنعمل. أنا عايز أقول أن احنا عايزين نتفق على ما نريد أن نفعله
وصندوق النقد أحد الوسائل المهمة اللي ممكن استخدامها. أحد الوسائل المهمة لكنها ليست أحد الوسائل الحيوية يعني. مش حد بيموت من بدون صندوق النقد. حضرتك اتكلمت على شروطنا أننا إحنا عايزين نحقق الانضباط المالي ونحقق الانضباط الاقتصادي ونحرك عجلة الاقتصاد والتعامل مع صندوق النقد بشروطنا. ليه هو قبل كده ما كانش بشروطنا؟ يعني كده المفاوضات لم تكن بشروطنا، كانت بشروط الصندوق؟ طب ما خلينا بلاشنا، انا ما كنتش حاضر المفاوضات على كل حال فما اقدرش اقول. اكيد حضرتك عارف يعني. لا بس يعني شوفي، اصل الوقت هندخل في برضه صندوق النادي الدولي، يعني القفص صندوق النادي الدولي. يعني انا مش عايز قصه صندوق النادي الدولي تاخد اكتر من حقها بصراحه يعني. يعني المفروض نقلق على احنا مشاكلنا ايه وازاي عايزين نحلها، ايه البدائل المتاحه، ايه الافضل لنا. طيب انا بفضل دي نقطه البدايه الحقيقيه. طيب نرجع تاني، ايه يعني لو قدامك ثلاث حاجات لازم تعملهم الان يعني دلوقتي، انا عارفه حضرتك مش عايز تدخل في تفاصيل قبل ما تجتمع مع المجموعه الاقتصاديه وتقرروا على الاجراءات طبعا اللي انتوا هتاخدوها، لكن اكيد عندك ثلاث حاجات عاجله لابد ان يعني يتخذ. ما هو ده السؤال التفصيلي يا لميس، ده مش سؤال تفصيلي. انت بتشطري عليا. سؤال تفصيلي. ما هو لازم يبقى فيه معلومات يعني. لا انا قلت يعني بعض الملامح الهامه يعني. صندوق النقد احنا محتاجين اموال من الخارج، مساعدات من الدول العربيه ده هيساعدنا. صندوق النقد الدولي اعتقد انه ميزه لو عملناها بشروطنا. قلت ان احنا يهمنا تنشيط الاقتصاد ومش هنعمل سياسات تضييقيه، مش هنقل الصرف قوي زياده عن اللزوم، ولا هنزود ضرائب على الناس بشكل يعني هنشوف يعني عايزين نعمل توازن، بس توازن معقول، ومش عايز ادخل في تفصيلاته لان ده زي ما قلت لك. طب يعني هل ده معناه انكم هتراجعوا مثلا قوانين الضرائب الموجوده؟ شوفي في بعض الحاجات يعني، خلينا دي حكومه انتقاليه وليها زمن، اطار زمني معين. حكايه بقى مراجعه منظومه الضرائب، حكايه مراجعه كل الاجور، حكايه مراجعه ده ممكن نعد للمرحله اللي جايه، انما ما اعتقدش ان احنا ممكن نعمل في الشهور دي اللي محتاج وقت اطول عشان يتعمل بذمه ويتعمل بامانه ويتعمل للصالح، خاصه ان ما فيش مجلس تشريعي كمان يناقش هذه القوانين. طيب يعني مش معناها ان احنا هنقعد مكتوف الايدي يعني، بس عايز انا عايز اقول لكن إن مش هتقوموا في بعض الحاجات هنبقى بنساعد علشان نعد للمرحله القادمه. طيب الاموال من الخارج، هذه الاموال هل ستنفق على الطاقة والبنزين والسولار والقمح وكده، ولا جزء من هذه الأموال قد يستغل في المشروعات الاستثمارية الموجودة في الحكومة، تنشيط بعض الأعمال، يعني هتستغلوها في يعني؟ هو طبعا في جزء هيقعد في البنك المركزي لتقوية الاحتياطي علشان يبقى عندنا توازن من الناحية النقدية. في جزء هيستخدم في بعض المصروفات على، بس في نفس الوقت هنحاول نستمر في موضوع الإصلاح من ناحية الدعم، دعم الطاقة بالتحديد. على الأقل فكرة الكروت الذكية أنا أعتقد أن محدش أبدا يختلف على أهميتها واستمرارها وتنفيذها، ودي فكرة قديمة جدا وفكرة من فترة قديمة طويلة، فهي محتاجة التنفيذ، ودي مسألة إحنا عايزين نستمر فيها، والسيد رئيس السيد وزير البترول أكيد متابع، ويعني دي من الموضوعات اللي إحنا كلنا مهتمين بيها لأنها هتقلل كمية المواد البترولية المهربة. يعني المهربه دي ما فيش حد فينا بيستفيد منها، لا غني ولا فقير ولا الحكومه، احنا بس بندفع فلوس وبتروح في حته تانية. فدي يعني ما لهاش خلاف، يعني وباين من التقديرات يعني ان دي هتوفر مبلغ مش بطال يعني. الرقم مش حاضرني دلوقتي، انما ففكره دعم الطاقه وتنفيذ على الاقل فكره الكروت الذكيه بغض النظر بقى عن رفع الاسعار ولا لا، ده موضوع تاني. يعني هتستخدموه يعني فقط لضبط السوق ولا او في المرحله الاولى؟ والمرحله الثانيه بقى نشوف هنعملها امتى وازاي، وبرده دي من الحاجات اللي يتفق عليها، وهيبقى في بعض الموضوعات الاخرى يعني من جوانب الترشيد. دي واحده منهم. الواحده الثانيه ان في تشابكات عويصه الحقيقه
بين البترول والكهرباء والمالية. فدي من الموضوعات اللي احنا نحب ده مليارات نتعامل معاها، وده مهم للغاية يعني. فاحنا عايزين على الأقل قبل ما نبتدي نفكر الناس ممكن تستحمل معانا ايه، على الأقل نحل المشاكل اللي ممكن توفر لنا من غير ما نعمل حاجة إضافية. بس دي كلها تفصيلات، وبصراحة يعني هيبقى في مجموعات عمل وهيبقى في شغل منظم، وهنطلع على الناس إن شاء الله بخريطة الطريق زي ما أخونا منير عبد النور بيقول، خريطة الطريق ناجحة ناجعة. وأعتقد دي فكرة مهمة جدا. لكن أرجع لدعم الطاقة اللي هو يعتبر العبء الأكبر على الموازنة العامة، واللي بيمثل الجزء الأكبر من عجز الموازنة الحقيقة. هل هذه الحكومة هتكون قادرة في الفترة القصيرة دي أنها تتعامل فعلا مع فكرة دعم الطاقة، تبتدي تتعامل مع السولار والبنزين والقضية اللي ما فيش حد عايز يقرب لها؟ كل ما بيجوا يقربوا لها يقول لك إيه، بس عندنا انتخابات، إحنا خايفين نقرب لها لأحسن يكون فيه. هي هتمشي في مراحل. على الأقل اللي انا متاكد منه دلوقتي ان المرحله الاولى الخاصه بالبطاقات الذكيه اللي بتمنع التهرب. الجزء الباقي بقى هيبقى فيه خطه يا ترى هتتنفذ خلال الفتره بتاعه الحكومه دي، ولا جزء منها دلوقتي وجزء بعدين. ده موضوع بصراحه يعني محل نقاش، ومفروض انه يبقى محل توافق، ولسه يعني ما اقدرش اقول حاجه محدده فيه. ايه اكتر مؤشر بيقلقك يعني لما دخلت مكتبك كده وحضرتك كنت على دراية بهذه المؤشرات، مش جديدة على حضرتك، لكن لما فتحت الورق كده وجلست ايه اكتر مؤشر من جانب المكاشفة والمصارحة؟ الدين العام الداخلي عالي زيادة عن اللزوم، اكتر من 90% من الدخل القومي. يعني ده معناه عشان بس نشرح للناس ان ديوننا بتاكل 90% من الدخل او الناتج القومي الاجمالي بتاعنا. لا لا لا، او بتاخد لا 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 اكتر 90% من الموازنه. لا شوفي، لا لا لا، حجم الدين العام الداخلي كنسبه يعني من الدخل القومي حوالي 94%. طيب ليه ده مشكله؟ 94% من الدخل القومي، من الدخل القومي بس. ده عارفه الدين ده تراكمي. يعني احنا كل سنه بيبقى عندنا عجز موازنه، وكل سنه العجز ده بنموله بالمديونيه، والدين عمال يزيد لغايه لما وصلنا في الاخر انه بقى حجمه هذا الحجم. كويس، ايه مشكله الدين العام لما بيبقى مرتفع قوي كده؟ اولا تكلفته على الموازنه عالي جدا، بيستوعب مش اقل من 25% الفوائد اللي هي الفوائد. تكلفه من حتى من غير ما الفوائد حوالي 25% من مصروفات، من اجمالي المصروفات. ده رقم كبير جدا. الجزء الثاني والمهم هو انه الدين العام لما الحكومة بتستلف من القطاع المصرفي البنوك بتسيب موارد قليلة قوي في البنوك علشان القطاع الخاص يستلفها، ففي نوع من المزاحمة. نمرة ثلاثة، ان لما الحكومة بتستلف كتير ويبقى في طلب على القروض، الفايدة سعر الفايدة بيرتفع، وبالتالي تكلفة الدين ايضا بتزيد. فدي من الموضوعات اللي تقلقني، ده احد المؤشرات اللي يقلقني، حجم الدين العام المرتفع. الرقم الآخر هو أن عجز الموازنة عالي وبيرتفع مع مرور الوقت. ده لا يعني الاتجاه بتاعه اتجاه سالب، ما ينفعش يعني. ما فيش حد يقدر يستلف. أنا لو ربيت بيت ودخلي 100 جنيه وبصرف كل شهر 120 جنيه، عندي 20 جنيه بستلفهم، والسنة الشهر اللي بعديه 20 جنيه كمان بصرفه، واللي بعديه 20 جنيه، في الآخر اتراكموا العشرينات دول لغاية لما بقوا 1000 جنيه. طب وانا هسدد بقى الألف جنيه دول ازاي؟ وبعدين لو عليهم فوائد هعمل فيها ايه؟ يعني فكرة عجز الموازنة بالسالب وبيزيد مع مرور الوقت، دي مسألة تخلق. طبعا كان فكرة الاحتياطي والضغط على سعر الجنيه، بس دي طبعا مسؤولية السيد محافظ البنك المركزي. المجموعة المؤشرات دي في الأجل القصير ما تريحش، تقلق، ولازم تواجهها بشكل يعني متسق فيما بينه، يعني بحيث انه مش بس عايزه تقللي الازمه الان، وانما عايزه تقلليها في المستقبل، وهيبقى في مجموعه من الافكار اللي هتساعدنا على ده. انا دايما قلقان مش بس على حل المشكله الان بصراحه يعني، وانا اعتقد ان من الامانه ان الواحد يبقى قلقان على ما يحدث الان وما سوف يحدث بعد كده. احنا مش عايزين حل وقتي.
عايز حل تأسيسي زي حل تأسيسي بالظبط كده. ايه ادواتك لانعاش او الادوات اللي هتقترحوها؟ معلش انا لازم اسال سؤال تفصيلي، لانعاش الاقتصاد لان ده حقيقي مؤشر مهم جدا. والله انعاش الاقتصاد زي ما قلت لحضرتك بيجي عن طريق زياده الطلب. زياده الطلب يعني زود الصادرات. فنشوف ايه الوسائل اللي ممكن نشجع بيها الصادرات. واستاذ منير عبد النور اتكلم في الحكايه دي من وجهه نظر الصناعه والتجاره. فكرة انك عايزة الاستثمار العام في الموازنة الحالية وتاريخيا كان كبش الفداء. كل ما نحب نقلل المصروفات شوية الحاجة الوحيدة اللي بنقدر عليها نروح ناخد من الاستثمار العام. صحيح. طيب ما ينفعش انك لان البنية الاساسية ممكن تتدهور ويتدهورك الحقيقة. يعني فالاستثمار العام ده جزء من الطلب المهم. فادي عندك الجزء الثالث ان عايزه تشغلي الشركات اللي المتوقفه. فده قد يتطلب نوع من الدعم بشكل ما. هل ممكن البنوك تدخل معاك؟ ما انا مش عايز ادخل في التفصيل. اتفقنا يعني حضرتك بتسالي ازاي نشط الاقتصاد، انا بقول لك الجوانب المختلفه اللي ممكن الواحد الابواب اللي الواحد ممكن يدق عليها. ممكن تستخدموا الاموال، ارجع تاني لفكره استخدام الاموال اللي جايه لنا من الخارج اللي هي جايه لفتره انتقاليه، ما احنا مش عايزين نحطها بقى في بنزين وقمح والموضوع بينتهي، احنا عايزين هل يمكن استخدام جزء منها؟ طب قولي لي البنزين والقمح تعملي فيها ايه؟ هنستعجبهم برضو بس يعني ممكن ناخد جزء نحط فيه المشروعات العامه. الاشقاء العرب يعملوا لنا حاجه وناخد من لميس تعمل لنا الحاجات. انا ما عندي لو اقدر مليارات اشتغل بيهم. طب ده بيخليني اتكلم على العداله الاجتماعيه. أيوة. فين موقع حضرتك؟ اتكلمت على ثلاث اشياء، الانضباط المالي، تنشيط الاقتصاد، والعداله الاجتماعيه. مع الانضباط المالي وانت عايز تضخ اموال بشكل او باخر او تفاسيليتيت تنشيط الاقتصاد، هنا العداله الاجتماعيه دي عايزه فلوس، يعني عايزه انفاق، هتجيبه منين؟ طب اولا بالنسبه للعداله الاجتماعيه برضو عندنا مجموعه وزاريه هيرأسها السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور حسام عيسى، ودول هيفكروا ازاي يعملوا مشاكل. فحضرتك تستضيفي الدكتور حسام؟ هستضيفه بس انا عايز اسمع وجهه نظر وزير الماليه. يقول لك ازاي تتعاملي مع العداله الاجتماعيه. انا كتبت في فكره العداله الاجتماعيه دي، يعني يمكن النقطه اللي احب اقولها هنا هي الاتي. من ملاحظتي للمناقشة في موضوع العدالة الاجتماعية بشكل عام في مصر خلال فترة مش قليلة، يعني سنتين ولا حاجة، الناس بتختزل فكرة العدالة الاجتماعية للحد الأدنى والأقصى للأجور، وأنا أعتقد أن ده اختزال مخل. لأنه العدالة الاجتماعية لما نقولها أولا الحد الأدنى ده مسألة جوهرية ويجب أنها تبقى موجودة. هو السؤال في ذهني ما هواش ان يبقى في حد ادنى ولا لا، لان كل الدول ايا كان نظامها السياسي والاقتصادي عندها حد ادنى للاجور. هو السؤال هو المستوى ايه بتاع الحد الادنى للاجور؟ تعمليه قد ايه؟ لانه لو زودتي فيه قوي في تضخم، فمش بس لا مش التضخم اللي انا بقلق عليه، انا بقلق على انه الحد الادنى بيحابي من يعمل وهو ضد من لا يعمل. اسمحي لي اشرح الحكايه دي شويه لانها مش ما بتبانش قوي. لما الحد الادنى بيرتفع اللي بيشغل الناس اللي هيديهم الحد الادنى ما بيشغلش ناس كتير، فبيزود البطاله. فانا دلوقتي عملت حد ادنى للي بيشتغل عالي عشان ابسطه، انما ظلمت اللي ما عندوش شغلانه بالمره. انا محتاج اقلق على كل الناس اللي عندهم رغبه وقدره على العمل، مش بس اللي عنده وظيفة وأضمن له حد أدنى وأنسى اللي مش لاقي وظيفة بالمرة. فالحد الأدنى مفروض أنه يحقق عدالة اجتماعية، بمعنى عايزة تضمني الحد مستوى معقول، وهذا ضروري ومهم من الحياة الكريمة يعني، إنما مش تبالغي فيه لدرجة أنك تضر الحد التاني اللي مش لاقي وظيفة. فهو التوازن ده يعني، هو مفيش خلاف على أنه الحد الأدنى مطلوب. فكرة الحد الأقصى أيضا طبيعية في الحكومة، ده موجود لأنه في كل الدول أيضا في حد أقصى. وفكرة أظن الدكتور حازم لما كان وزير مالية كان أصدر قرار أن الحد الأقصى 35 ضعف وهو ده اللي الحد الأدنى، وده القائم حتى الآن. هو المطلوب تفعيله، دي نمرة واحد، التأكد من أنه مفعل. إنما ده يطبق على الجهاز الحكومي،
انما مالكيش يعني في القطاع الخاص هتطبقيه ازاي؟ وهو القطاع الخاص عايز مهارات خاصة. لا طبعا لا يمكن تطبيقه في القطاع الخاص. فهي ولا اعتقد في قطاع البنوك الحقيقه يعني. مظبوط. فهو على كل حال يعني ده انا بس حبيت اقول، طب اذا كان مش الحد الادنى والاقصى للاجور هو مدخلي الوحيد والرئيسي للعداله الاجتماعيه، فايه المحاور الثانيه؟ المسائل تتعدد بقى. انا كنا بصراحه كتبنا ورقه كان من حوالي سنتين، من اربع خمس سنين كمان 2007 والله، قلنا فيها انه مع غاده والي وهانيا شلامي. الورقه بيقال فيها انه عشان نحقق عداله اجتماعيه احنا محتاجين ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه هي الحمايه الاجتماعيه. يبقى عندك نظام جيد للحمايه الاجتماعيه بحيث ان الست الغير قادره على العمل والمعيله، الحد الغير قادر ما عندوش يعني مش عارف التعبير الصحيح على كل حال، انما انك عايزه تحمي المجموعات الغير قادره على انها تدخل سوق العمل. دي بنسميها ايه؟ اعانه فقر او بنسميها ضمان اجتماعي؟ ضمان اجتماعي حاجه بهذا المعنى. بس دي محتاجه فكره الحمايه الاجتماعيه محتاجه اعاده نظر، ما تبصش فيها بقالنا مده بشكل جيد وبشكل كافي. فدي ده جزء نتكلم على دي، ما نقعدش بقى نزنق نفسنا في حكايه الحد الادنى والاقصى، ده موضوع وبصراحه ده وقته انه يعاد النظر في هذا الموضوع وبشكل جيد وجاد. النقطه الثانيه اللي الناس برضو بتتغافل عنها شويه هي فكره، ده المحور الثاني اللي هو فكره الخدمات الاجتماعيه سواء هي التعليم او الصحه. انا ما بعملش حاجه يعني بقالنا مده طويله بصراحه طول الوقت عمال نشتكي عندنا تعليم، الناس دخلت التعليم بس بياخدوا دروس خصوصية والتعليم جودته مش عالية وبتدفع ثمنه، بس عندنا يعني في تركيبة كده ومفيش مبادرات لإصلاح التعليم حقيقية. يعني كان من وقت للتاني نسمع بعض المبادرات اللي شكلها جيد زي مثلا جودة التعليم، إنما محدش بصراحة طلع لنا بمبادرات حقيقية لإصلاح التعليم، تحفيز المدرس إنه يدرس في الفصل بدل ما يدرس خارج الفصل، تحفيز الأستاذ أنه ينشر في مجلات علمية ويشرف على الطلبة ويحسن من أدائهم معرفش إيه. يعني ما عندناش هذه المبادرات. من غير ما نحسن في جودة التعليم والخدمة الصحية، أنا لو ما بتكلم على مبادرات في القطاع الصحة بتكلم على التأمين الشامل مثلا، لكن ما بتكلمش على الخدمات الصحية نفسها. الواحد يروح المستشفى ما تعرفيش هيطلع سليم ولا مش سليم. فإحنا محتاجين اي مجهود او اي مبادرات للاصلاح الخدمات الاجتماعيه ده يعني جزء من العداله، خدمه حقيقيه. من وبعدين الجزء الثالث والاخير والذي لا يقل اهميه هو ان السياسات الاقتصاديه نفسها بيور ايكونوميك بوليسي يعني يبقى ليها حس اجتماعي. يعني مثلا لو انا بشجع الاستثمار هشجع الاستثمار في انهي مكان؟ في الصعيد الجواني ولا في البحري؟ لو انا بشجع الصناعات الصغيرة ولا بشجع الصناعات الكبيرة فقط؟ يعني السياسات الاقتصادية نفسها ممكن يبقى فيها الحس الاجتماعي. فأنا رأيي على كل حال إن مهم إن احنا نتكلم على الحد الأدنى والأقصى للأجور، بس لو سمحتوا نحطها في إطارها الصحيح، إنها ليست العدالة الاجتماعية، ليست العدالة الاجتماعية، وحتى لو عملناها برضو مش هيبقى فيها عدالة اجتماعية. إذن في نهاية هذا الحوار، إيه الرسالة اللي تحب تقولها للمواطن المصري اللي بينتظر الكثير من هذه الحكومة، بينتظر الكثير من يعني هذه حكومة تأسيسية زي ما حضرتك قلت؟ أنا الحقيقة معجبة جدا بهذا اللفظ إنها حكومة تأسيسية، عليها أمال يعني، في أمال كبيرة معلقة بها، إيه اللي تقوله للناس يا دكتور؟ لازم الواحد يتواضع. يعني إحنا مقدرين، إحنا عندنا مشكلة بس هذه المشكلة لها حلول. الحلول هتاخد وقت شوية. في بعض الحاجات هيبان الثمار بتاعها في شهور. إنما في بعض الحاجات اللي احنا كلنا عايزين نقعد نشتغل عليها الآن إعدادا لبعد كده. مش هنحمل الناس ما لا طاقة لهم به، وهنحاول نعمل لهم حاجات إنها تبقى يعني ثمار لإصلاحات وإعادة تركيز على بعض زي ما اتكلمنا قبل كده على بعض فكرة العدالة الاجتماعية، فكرة تنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمالة. يعني كل ده هنحاول نشتغل عليه، بس طبعا المسألة هتاخد وقت، هيبان بعض الثمار ناو، إنما كلنا محتاجين نشتغل، محتاجين الناس محتاجة نتعاون تشتغل. كلنا محتاجين نشتغل، والناس محتاجة ترجع تشتغل تاني وترجع تبذل مجهود أكبر ويا ريت
ننجح مصر لكل المصريين، ويا ريت يحصل توافق سياسي نتفق على مجموعة من القواعد اللي كلنا ممكن نعيش في ظلها. في ظلها ده هيبقى مفتاح التقدم الحقيقي حتى في الحياة بشكل عام، بس في الاقتصاد بالتحديد. هل هتعيد هيكلة الوزارة؟ يعني كان في مستشارين مشيوا مؤخرا نتيجة خلافهم مع مستشارين آخرين من الإخوان، يعني مشي هاني أدري، مشي سامي خلاف، وناس كانت يعني كثيرة من المعروفين. ما بدخلش في الأسماء، وما عنديش بصراحة في الاجتماعات اللي عملناها داخل الوزارة الأولية مع قيادات القطاعات المختلفة، قلت لهم بأمانة شديدة احنا وزارة المالية زي كل الوزارات الأخرى شغلتها إنها تحقق الأهداف القومية. احنا محتاجين بقى نبص كده في الداخل ونشوف احنا بالشكل اللي احنا عليه منظمين بالشكل اللي احنا يساعدنا على تحقيق هذا، عندنا الكفاءات المناسبة في المكان المناسب، وخاصة احنا مش هنعيد هيكلة وزارة المالية في وقت قصير، ده هياخد وقت طويل، وده مسألة يعني مدهزة. انما في الاجل القصير لا، مش ناويين نقصي حد، بس عايزين نعمل بكفاءة. فاحنا بنعيد على الاقل في قطاع مكتب الوزير، بنشوف ايه النشاطات اللي احنا محتاجين نعملها، مين الكفاءات اللي عندنا، ومين الشخص المناسب في المكان المناسب. ولا يقلق حضرتك مثلا الخلفيه السياسيه لاي موظف؟ لان في ناس كتير. لا لان بصراحه انا عايز ان يبقى اللي هنعمله نموذج للي انا برجو ان مصر تعمله، وانه مصر تبقى واسعه كفايه علشان تتسع لكل الفصائل. انا بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك التوفيق. هذه مهمه صعبه، ولكن يعني انا واثقه ان المجموعه الاقتصاديه، وطبعا حضرتك والمجموعه الاقتصاديه مجموعه متناغمه، لكن فيها طبعا فكره انها مجموعه، هل هي مجموعه يمينيه ولا فيها برضو اليساريين؟ التنوع موجودين. مفيد. يعني فيها اليمينيين، التنوع فيه بيثري الحوار وبيطلع افكار افضل من افكار لما يبقى فيه مجموعه ليها اتجاه واحد. هتتعاملوا ازاي مع يعني شكل التعاون مع دكتور الجنزوري اللي هو مستشار الرئيس للشؤون الاقتصاديه؟ لا تسالي بقى الدكتور حازم فيها دي، نتكلم رئيس الوزراء. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد جلال، يعني اتمنى يكون لنا لقاء اخر لما يكون في خارطه طريق اقتصاديه انتوا يعني اتفقتم عليها، ويعني مور ديتيلد او اكثر يعني تفاصيل اكثر يعني وضوحا لهذه الخارطة الاقتصادية. ده كان لقائنا مع وزير المالية الدكتور أحمد جلال. ثلاث أهداف واضحة: الانضباط المالي، تنشيط الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية. هذه حكومة تأسيسية عليها مهام كبيرة، والحقيقة هي فترة صعبة جدا، لكن بالشفافية، واحنا هنحرص، صدقوني احنا في هذا في الإعلام هنا هنحرص على الشفافية وهندقق فيه بشكل كبير، وفي نفس الوقت المكاشفة، وان هم يقولوا لنا كل الخطوات التي سيقومون بها في الفترة المقبلة. بشكرك يا دكتور جلال، ونخرج فاصل، وبعد الفاصل ثورة 23 يوليو السيد عبد الحكيم عبد الناصر.